حالات التأكسد، العناصر الانتقالية. الكروم زائد 2 وزائد 3 وزائد 4 وزائد 5 وزائد 6. منجنيز زائد 2 وزائد 3 وزائد 4 وزائد 5 وزائد 6 وزائد 7. الحديد زائد 1 وزائد 2 وزائد 3 وزائد 4 وزائد 6. الكوبالت زائد 1 وزائد 2 وزائد 3 وزائد 4. النيكل زائد 1 وزائد 2 وزائد 3 وزائد 4. النحاس زائد 1 وزائد 2. الزنك زائد 2. حالات التأكسد الثابتة: الكروم زائد 3، المنجنيز زائد 2، الحديد زائد 3، الكوبالت زائد 3، النيكل زائد 2، النحاس زائد 2، الخرسين زائد 2. حالات التأكسد غير الثابتة: الكروم زائد 4 وزائد 5 وزائد 6، المنجنيز زائد 5 وزائد 6، الحديد زائد 1، الكوبالت زائد 1 وزائد 4، النيكل زائد 1 وزائد 3 وزائد 4. في المركبات أو المجموعات التي لها هالوجين من مركبات بواسطة تكوين روابط سيجما مع ذرة فلز في مركبات هذا النوع، حالة التأكسد لذرة الفلز تكون موجبة، لكن في مركبات الفلزات الانتقالية مع المركبات التي تمتلك السيانيد والتي يمكن أن تكتسب إلكترونات بأي فلز، يكون حالة التأكسد لذرة الفلز تكون سالبة ولكنها ثابتة.